من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أستميحكم عذرا وأثقل أسماعكم بكلمات. الله تبارك وتعالى يخبرنا عن موقف من مواقف عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. نحن نعتقد أن هذه الدماء الطيبة الطاهرة الزكية الزاكية هي وقعت في طريق نصرة الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم. لهذا نحن نعتقد اعتقادا راسخا واعتمادا على وعد الله عز وجل في القرآن، وهو وعد صريح على أن النصر آت بإذن الله تبارك وتعالى. طبيعي يا أبا الله عز وجل أن يجري الأمور إلا بأسبابها، ومن الأسباب التي تعجل النصر الإلهي هي سقوط وسيلان وجريان دم المؤمنين في ساحات الجهاد. هذه من الأمور التي تعجل النصر والفرج الإلهي. لا أريد أن أثقل الأسماع، لكن أقول أن قوله تعالى ضروري أن نلتفت إليه، وكل المجلس أغلبه من العلماء والفضلاء، ومن التجاسر أني أتكلم بحضرتهم في الواقع. الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. المهم هنا هو يتصور أنه ماذا؟ ويتصور أنه منتصر، ويتصور أنه بهذه الإعدامات والاعتقالات والقتل، نحن عشنا هذه التجربة في العراق بشكل واضح وصريح، فانظر كيف كان عاقبة أمرهم. كيف كانت؟ أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. نحن وأنتم جميعا نرى النصر الإلهي في عموم المنطقة، ليس في بلاد الحرمين فقط، هو قاب قوسين أو أدنى. في الواقع نحن في العراق في بلاد علي والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، في بلاد ما بين النهرين، عشنا تجربة مرة، وهذه التجربة على مدى عشرات السنين، يعني لم تكن تجربة سنة وسنتين وعشرة وعشرين وثلاثين، لا لا، عشرات السنين، بل قرون متطاولة من الزمن تتالت علينا الطواغيت والجبابرة، ومن طاغوت إلى طاغوت، ومن جبار إلى جبار، ومن حرب إلى أخرى، وآخرها الحصار الاقتصادي الشديد الذي حصل في العراق ورأيتموه. وقد اشترك العالم أجمع ما بين متفرج وما بين داعم وناصر، وجيراننا وبالتحديد إخواننا العرب، يعني نحن نصر
على أن المحيط العربي لنا معه أخوة، وهذه الأخوة لن نتنازل ولن نتراجع عنها، نحن نصر عليها. قد يكون الأخ وكقابيل ولكنه أخ، نحن تربطنا مع دول الجوار الدماء والجورة واللغة والدين. لم نرى من إخواننا خيرا قط، كلمة قط أرجو أن تلتفتوا إليه. طبعا نحن نعزل الشعوب عن حكوماتها، يعني حينما نتكلم نتكلم عن حكومات الجوار ولا نتكلم عن شعوب الجوار. أنا مثلا حينما نتكلم عن بلاد الحرمين الشريفين نتكلم عن شعب طيب طاهر مؤمن صالح بنسبة عالية وكبيرة. ولنا تجربة في العراق، وأنا رحت إلى الحج عدة مرات والتقيت بمجموعة ليست بالقليلة، وما كانوا من أهل الشيعة، كانوا يحملون احترام وتقدير وثقافة. ونحن في العراق عشنا هذه التجربة، تجربة الإعلام المضلل. لهذا نحن نفصل ما بين الشعوب وما بين الحكومات. فحينما نتكلم بالذم والجرح أو الجرح، إنما نتكلم عن الحكومات لا عن الشعوب. وليس هدفنا بالدرجة الأولى إسقاط الحكومات، نحن لا نتكلم عن إسقاط حكومات، نحن نتكلم عن إصلاح حكومات. أنا أتكلم مثلا كفصائل مقاومة كمجاهدين، لكن إذا ما أكو طريق إلا الإسقاط فلا بد من الحركة باتجاه الإسقاط، وحسب الظاهر أن الطريق منحصر بالثاني وأن الأول لا سبيل له. ما يحصل في بلاد الحرمين ليس معزولا عما يحصل في العراق. نحن نعتقد أن ما حصل في العراق أربك الحكومات العربية جميعا بلا استثناء ما عدا محور المقاومة. لا أريد أن أثقل على الحضور الكرام، ربما بعضهم متعب، بعض الإخوة العلماء ربما عندهم التزامات، ولكن أيها الأعزاء اعلموا أن ما جرى في العراق لم يكن متوقعا حتى للدوائر الأمريكية، فضلا عن الدوائر العربية. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ الذي حصل في العراق شيء غريب عجيب، يقين أن القدرة الإلهية، أن دماء الشهداء تدخلت في ذلك بشكل واضح وصريح. نحن شيعة العراق كنا وعلى مدى التاريخ مستضعفون، مسلوبة حقوقنا، مهانة كرامتنا بمعنى الكلمة. ولكن جاءت أمريكا، أسقطت صدام، ما أريد أتكلم عن المشروع والبرنامج. النتيجة التي تفاجأ بها العرب جميعا أن شيعة هذا البلد وأن حوزة هذا البلد ليست ميتة كما تصورهم. هم تصوروا أن حوزة النجف وأن شيعة العراق، حوزة النجف ماتت وشيعة العراق يبحثون عن المنقذ، فإذا الحوزة ميتة والشعب يبحث عن المنقذ إذن هذه الفرصة للانقضاض على العراق. فعلا دخلوا إلى العراق، اضطروا بعد ذلك إلى جلب داعش. بس واحد قد يسأل شنو اللي صار، يعني لماذا جاء داعش؟ اللي صار هذا، طبعا العراق وضعه فيه مأساة الآن كثيرة، على مستوى الخدمات، على المستوى اتفاق الشيعة فيما بينهم، لا أتكلم عن هذا الملف، أتكلم عن حقيقة. والخصم لا ينظر إلى الجزئيات، إنما ينظر إلى من؟ إلى النتائج، ينظر إلى الخط العام. الذي حصل في العراق في يوم من الأيام كان ممنوع أن يصبح الشيعي في العراق ضابطا كبيرا، أو يصبح الشيعي مثلا طيارا، إلا ما ندر. اليوم
أقرت دول الجوار والعالم أجمع أن رئاسة الوزراء حصرا هي لمن؟ للشيعة. يعني الحاكم الحقيقي في العراق من؟ الشيعة. الآن أكو مشاكل في الخدمات، الآن أكو مشاكل في التوافق، لكن أكو قضية أساسية قد التفتوا إليها، ما هي؟ هي فن الحكم والسلطة. ما هو فن الحكم والسلطة؟ السلطة علم لو فن؟ بالدرجة الأولى فن، الإنسان يتعود يتعلم يفهم كيف يدير الأمور. الشيعة لم يستلموا دولة في العراق على مدى تاريخ الإسلام إلا اللمم، أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه عاصمته كانت الكوفة، وما كانت شيعية حكومة أمير المؤمنين، قادة الجيش وجمهور الإمام كلهم كانوا من المدارس الأخرى أو المدرسة الأخرى. أما الآن فقد استلم الشيعة الحكم، قد سنة سنتين 10 20 30 يتلكؤون في إدارة الأمور، لكن ماذا يحصل بعد 50 سنة؟ ماذا يحصل بعد 100 سنة؟ هؤلاء إذا أحكموا فن السلطة وفن إدارة الدولة، هل يمكن أن يكون أمراء الخليج ومشيخة الخليج أذكى منهم في إدارة شؤون الدولة؟ طبيعي، هذا جاي جديد. لهذا أرادوا إسقاط الوجود الشيعي. لماذا؟ لأن الوجود الشيعي في العراق وقوة الشيعة في العراق لها أثر في المنطقة، وبالخصوص منطقة الجوار، بالخصوص السعودية. نحن الظهير الحقيقي والرئيسي والأساسي لكل شيعة الخليج بالدرجة الأولى. ولهذا ما حصل في داعش، أنا أطلت صحيح؟ شوفوا إخواني، الفتوى متى كانت؟ 15 شعبان، قبل كم سنة. أنا في 2 شهر رمضان كنت في ساحة القتال بخدمة المجاهدين بعد صدور الفتوى. أكو شيء عجيب حصل. ما الذي حصل؟ تابعوا التقارير، اقرأوا التقارير. أقل تقدير للحرب في العراق كان 10 سنوات. أقل تقدير للحرب في العراق كان كم؟ 10 سنوات. ماذا يحصل بهذه 10 سنوات؟ استنزاف كامل للوجود الشيعي وين؟ في العراق. وإذا استنزف الوجود الشيعي في العراق معناه تمت السيطرة على الوجود الشيعي في كل الخليج بسهولة وبيسر. طبعا لا نتكلم عن الجمهورية الإسلامية ودورها، الدور الأساسي والرئيسي هو الجمهورية الإسلامية، لكن بالإضافة إلى الجمهورية الإسلامية جاءت مشكلة أخرى أيضا معقدة، وهي اسمها ماذا؟ شيعة العراق الذين يشتركون مع الخليج بالدم والتاريخ والعشائر والقبائل والتقاليد واللغة. هذه مشكلة بعد أعقد من المشكلة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. شو اللي حصل؟ حصل شيء غريب، أنه لما الفتوى صدرت يوم 15 شعبان، أنا رحت للإخوة المجاهدين في 2 شهر رمضان، هم أخبروني قالوا شيخنا أكو شيء عجيب. شو ما هو العجيب؟ قالوا الشباب يأتون إلى ساحات القتال عراة حفاة ولديهم الاستعداد الكامل للقتال، قرابة 3 ملايين متطوع. لم يكن أحد يحسب لهذا حسابا. أنا رأيت بعض الشباب في ساحات القتال يخرج منتصف الليل الساعة 11-12 بالليل لوحده يخرج يتسلل مسافة 3 كيلوات زحفا، وأيضا أكو بعض الأماكن فيها ماء وما شاكل، يذهب تقريبا 2-3 ساعات يروح 2-3 ساعات يأتي ليستطلع مقابل لا شيء. لم يكن أحد من زعماء الخليج، لم تكن الولايات المتحدة قد تهيأت لهذا الكم الهائل من المجاهدين من المقاتلين من المضحين في هذا البلد، بالإضافة إلى الدعم الأساسي والرئيسي من الجمهورية الإسلامية وسماحة الإمام الخامنائي حفظه الله، والدور أيضا كان لفتوى سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارد. ما الذي حصل الآن؟ الآن المنطقة كيف تتحرك؟ لماذا السعودية تحاول أن تحاصر الشيعة؟ ولماذا البحرين تحاول أن تنقض عليهم وتضعفهم؟
لأن الشيعة أيها الأحبة أيها الأعزاء الذي يقرأ التاريخ جيدا، الشيعة في صعود مستمر، وطبقا للمعطيات أن الشيعة اليوم هم أقوى مما كانوا عليه بالأمس، وغدا هم أقوى من اليوم بكثير. لهذا نحن في العراق نعتقد أن لنا مع دول الجوار أخوة، هذه نؤكد عليها، ولكن هذه الأخوة لا تمنعنا من الشجب ولا تمنعنا من الإدانة. ولهذا نحن نعمل بمبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أجمع العلماء على أنه ظالما أن تمنعه من الظلم. لهذا نحن نعمل بدورين: أولا ننصر المظلوم، وثانيا نحاول أن نمنع الظالم. سماحة الشيخ الذي تكلم باسم الجالية في بلاد الحرمين تكلم على أنه ربما في العراق بحاجة إلى أنه تصير حركة. طبعا الوضع في العراق من الناحية السياسية وضع معقد جدا، ليس بهذه البساطة وبهذه السهولة. يعني لا أريد أن أتكلم عن الملفات المعقدة، يعني لو أردنا أن نتفاوض مع السعودية بخصوص قضية معينة أو أي دولة من دول الجوار، أكو ملفات كثيرة معقدة، أطراف كثيرة، لكن الطابع العام للشيعة في العراق أنهم ماذا؟ أنهم أقوياء بحمد الله وفضله ومنه، وهذا ظهير وداعم للشيعة في الخليج. ندين ونستنكر هذا العمل الظالم، ونسأل الله عز وجل أن ينصر المؤمنين الصلحاء أينما حلوا وأينما كانوا. وشجبنا وإدانتنا لا تتوقف عند الطائفة الشيعية، عند أنصاري وأتباع أهل البيت. ما يحصل في السعودية هو ظلم لشعب كامل ولأمة كاملة بسنتها وشيعتها. ونحن نعتقد أن الحاكمين في بلاد الحرمين لا يعنيهم مذهب بقدر ما تعنيهم السلطة والكرسي. نسأل الله عز وجل أن يترحم الشهداء، أن يترحم على شهدائنا، وأن يعرف بينهم وبين الحسين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه. أرجو المعذرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.